الفيروس ما زال يحصد الأرواح في بريطانيا ولندن بؤرة رئيسية له. الزلابية الأخيرة، ألم يعد هناك شك أن شهر الصوم انقضى بلا تعبد في المساجد ولا سهرات في المطاعم والمقاهي؟ فهل يفسد الفيروس العيد أيضا؟ أبدا، يصر شاكير المهاجر الجزائري الذي أمضى شهرا كاملا متطوعا لإطعام من سلب الوباء وظائفهم. هنايا في إنجلترا مع الكورونا فرقتنا كامل، فرقتنا تما دوكاتيك، ما عندناش الحلويات على العيد كما العوام اللي فاتوا، والحمد لله اللي مازالهم كما نقول لك خوتنا رجال اللي تبرعوا بالحوان تاعهم، قالوا لنا ارواح اللي حبيتو كما نقول لك نعاونوهم نديروا لهم حاجه تاع الغى التكبيرات في المساجد ومنع الزيارات. لم يبقى للمغتربين من طعم العيد غير حلويات شرقيه تلون افراحهم. صابر ايوب، العربي.